أنا عصرت الموضوع طبعا فترة أدوار طويلة، وكنت بحفزه على الخطابة في نادي التدريس لما كنا عضو مجلس إدارة، وكان الخطيب يذكرك بأجواء الثورة 19، على الرغم إن هو كان صغير 19 30، كان فيه خطباء مرموقين وخارجين. مصطفى كامل خطيب وسعد الزغلول وبعدين اخر الخطباء العظام اللي احنا شفناهم وعاصرناهم وسمعناهم مصطفى النحاس، كان يقف المرحوم فتحي مع هؤلاء. فلو كنا شفنا مقاطع مع تاثير سياساته وافكاره والجمهور، خصوصا طبعا ان جات له فتره سنوات الاعلام كله كان في ايده، هو مؤسس الارشاد، الارشاد القومي اللي تحولت الى الاعلام والثقافه بعد ذلك. والسياحه والاثاره، اربع وزارات بقت اربع وزارات. نعم. الثقافه والاعلام والسياحه والاثاره، اربعه. هو مؤسس طبعا مجله المجله. يعني اجمل مجله اصدرتها وزاره الثقافه والاعلام النهارده، كان هو رئيس التحرير. اذا كان متاح له اشياء كثيره جدا بين عامه الناس وبين النخبه المثقفه والسياسيه. كنت عاوز اشوف اصلا واراء السياسيين فيه، لانه اخر راجل من رجال الحزب الوطني الذي اسسه مصطفى كامل، ولذلك حزبه هو كان اسمه الحزب الوطني الجديد. وطبعا جمال عبد الناصر هو اللي خده في الوزاره وخد رفيقه وزميله، خد اثنين من الحزب الوطني، فتحي رضوان ونور الدين طراف وزير الصحه، خد اثنين يعني. فكنا عاوزين نشوف المساله. ما احنا ده الجزء الاول. ركز بس على كلامه. ركز على كلامه مش على تاثيره وتاثير الناس فيه وجدلوا مع الناس وجدل الناس معاه. استاذ النقد عارف ان انت اللي عايز تعمله اعمله. احنا بنعمله ده جزء اول من الفيلم. هوريك ما تقوليش عايز انت تعمل فيلمك. هعرض عليك اللي انا بعمله. روح اعمل فيلمك. لا. او افلام. ها؟ ما انت القمر على جدارها. طيب. شفت الذاتيه من خلال الفتره دي كلها. طيب جميل، بس مش هتبقى فيلم، هتبقى مكتوب. لا لا لا. مش نص معك. ان شاء الله. هيبقى نص مكتوب. ان شاء الله. اشكرك.